هنا جانب فيارة محاولة قطع الحدود مع روزة. طلع السيارات وخامات يا معلم. دول عاملين غارة في كل المدينة، الكل متنرفز بعد اللي حصل امبارح. كله هيبقى كويس، احنا قربنا. انا ايش هذاك؟ انا لحد الان اتبنى على الغلطة دي. ليش ما طلقت النار؟ والله لازم تاخذ دور ثلاث شخصيات مخك بيوجعك. ايش وبعدين ايش نضل هيك عين راكب انا بالسيارة جنبك اسألك تحكي معي؟ شو هاد؟ ومع انقلاب كل الاندرويد دول ضد السلطات، المعارك توقفت مؤقتا في البلد. المدارس والمستشفيات هتتقفل، قطع المية والكهرباء واعطال الشبكات شيء متوقع. لكن اكتر حاجة مقلقة هي ان قواتنا المسلحة فقدت التلتين من اكفأ جنودها. نسمع مزيكا احسن. انه الذكاء الصناعي يا صديقي. من الطريق ده في سفينة اسمها جيركو، لما توصلي دوري على ماركوس هيساعدك. وعلى فكرة آخر باص هيتحرك نص الليل، وانتي لازم تركبيه، هتبقي بأمان هناك. ايش رجعنا على جيركو ولا ده كله يتناش القصة؟ مش كتير، دي البداية. اخويا في اونتاريو وانا اديتك عنوان، هيخبيكي هناك لحد ما الدنيا تهدى. تعرفي انتي شجاعة جدا يا أليس، انتي تستاهلي السعادة. رجعونا على جيريكو. شكرا على كل حاجة يا روز. وهلا يجي كونرز ماشي على جيريكو، وخليكي حذرة ان شاء الله. ليس ما بعرف شو بدي اجاوبك شو بدي احكي عشان نلحق الاوتوبيس. انا الشيء الوحيد اللي زعلت عليه انه انا ليش ما ضربت نار على البنت. شكلي من كتر ما بشوفها في شاشة التحميل فتغير مشاعري عليها. انا لحد الان مش عارف ليش. مش مكتوب والله نسيت. وضع رصد جريكو. شلون بدي ارصده؟ هي قالت لي من هالطريق لازم تمشي بتوقع من هالباب. طيب شلون قضتني؟ قالت لي اخر باص حيتحرك. والله شيء يوجع راسي. صار جاني راسي. اي سوى حاله انه هو لاجئ ثم اتفقد جيريكو. هذا قطه. شلون هيك يا عيني؟ هلا بدي اجيك كونر وماركوس مات اللي هو البطل الرئيسي باللعبة، وكارا معانا. وكارا رايحة على جيريكو وكونر جاي الى جيريكو. يعني الوضع حيكون بجيريكو مأساوي، حتصير مجازر. يا ما يجوز كونر ينضم لهم. ترى المكان ده في الاندرويد ما كانوش كويسين. والله صاره هلا زي الطفله معاهم. يتعاملوا معاها بعنصريه ولا راح يتعاملوا معاها بانه الحر والبرد في نفس الوقت؟ شلون هي ظابطه معك حر وبرد؟ شكله بيصير هذا يا زلمه بدل ادوليك. لا تجذب انتباه احد هناك. جد قائد المتغير. لا تجذب انتباه احد. السلطات امروا بتسليم كل الاندرويد لاقرب قسم شرطه او اقرب معسكر تبع الجيش فورا. لو كنت خايف على سلامتك اتصل بالرقم اللي على الشاشه وهديلك قوه للافضل للاندرويد فورا.
ما تحاولش تدمر الاندرويد الخاص بيك بالهم. الشحن مقاطع. حلو. نفسك بأي شكل فأنا لازم أنا أطلع فوق. رد فعلها مفاجئ وممكن يكون عن الاندرويد ما كانوش مزيد. انت تايه. بتدور على حاجة. انت بتدور على نفسك. مين هو القائد الاندرويد وتعطيه كف للاندرويد؟ مين هو القائد الجديد بقى يا معلم؟ اضطرت القوات الامريكية في نور الشمالي للانسحاب ولا الشب الاسود؟ ولكن وفقا لبعض المصادر اذا نور اكلنا هو اذا الشب الاسود اتوقع امورنا شوي ماشي هاي. انا كنت مصدر اي تعليقات ولكن من المحتمل ان يجيش المشكلة نفسها هو الأطهر مع الأندرويد الخاص به ورئيس الأمم المتحدة دوغلاس كورنويل دعا للمؤتمر عالمي عاجل. هي شفت ما قلت لك انه هي شفت هي معايا طفلة صغيرة في أوتوبيس هيتحرك للحدود خلال ساعتين ومحتاجين باسبورات. ديترويت فيها حظر تجول الجنود في كل حتة بيدوروا على الأندرويد. انت في امان هنا. استني شويه قبل ما تسيبي المدينه. جايز انت صح. ممكن نبقى هنا في امان لحد ما يهدى الوضع. حد مننا كان بيشتغل في الاداره الحكوميه وعنده جوازات سفر الكترونيه بتتعدل بسهوله. هخليه يجيب لك واحد. انا عرفت اللي حصل النهارده. المجزرة وماركس اللي اتقتل هو ادى لشعبنا امل. هيوحشنا كلنا. شفت هو بيتقتل. لو عليا انا كنت فديته بحياتي بس مش بايدي. شكرا لمساعدتك. اتوقع هي النهايات هون تصير تغير. انت عارفه ان البشر بيكرهونا ليه بتحميها؟ هي محتاجاني وانا محتاجه لها. ببساطه كده. ايش المطلوب؟ يعرفنا القاضي جد ايش ترى المطلوب منا يا مال عودة الى الك. عند النار. كارا هو في حاجة؟ هنفضل مع بعض مش كده يا كارا؟ ايوه للابد. إنها جيريكو. عندنا نقص في الأعضاء والدم الأزرق. بيخلصوا على شعبنا واحد ورا التاني ومفيش حاجة في إيدينا نعملها. الرئيس وارن بيقول إننا تهديد على الأمن القومي ولازم يخلصوا مننا. ماركس كان عارف بيعمل إيه. هو ده اللي دخلنا المشاكل دي. ضحى بحياته عشان قضيتنا. هو اللي هيج البشر. تفتكر قدامهم قد ايه قبل ما يلاقوا جيريكو؟ يعني لو كان موجود ايش كان فرقت؟ ما
ماركوس مات، مصير شعبنا. تمام كمل. لازم نحاربهم. حاربي. ده الحل الوحيد. لو اخترت المواجهة مع البشر فاحنا كلنا هنموت. لموا كل السلاح اللي تلاقوه، هنمشي في الفجر. ده غلط يا نورث، مش هنمول حريتنا بالدم. استقرار البرنامج معلوم هايدا من ده. شاطر يا كونر، قدرت تحدد موقع جيريكو وتلاقي قائدهم. دلوقتي اتصرف مع نورث، عايزينها حية. حلو، شو بدنا نخطفها؟ هي ذكرتني بعمليه اسمه منا نورث. عندي امر ضبط واحضار من غير قتل. حلو هذا، بس مش هتردد اضرب بالنار لو ما قداميش حل تاني. انت واحد مننا. لا، مش ممكن تخون ابناء شعبك. ما تجبرنيش ان اعطلك. انت كونر مش كده؟ كونر فتني؟ انت صياد المتحولين الشهير. كويس، الف مبروك، الظاهر انك لقيت اللي بتدور عليه. انت مش واحد منهم، شكلي احنا اللي شعبك وبنحارب عشان حريتك كمان. ازعاج. اخلاصي هتيجي معايا. عمرك ما حسيت ابدا او تصرفت بطريقة تقول كده انك جواك حاجة مختلفة؟ لا، حاجة اقوى كده من البرنامج بتاعك؟ لا. مش عارف انت بتتكلمي عن ايه. انا مش متحول، لو ده اللي عاوز تعرفيه. انت واحد مننا، انضم لقضيتنا، انضم لشعبك. انتوا هيك ميتين يعني. انا ما عندي مستقرار من نفس مسار البقاء كلا. محاولة حلوة، بس انا مش متحول. حلو، يعني انتوا في عنا الاكشن، لازم نتحرك على الخارج. زفت. شو زفت؟ ايش ما فهمت انا شيء. زفت انا طيران، يعني بس قال الزفت انا طيران. شفت لازم نخرج من هنا بسرعه. طيران. هذا ليش جيما؟ أما أليكس. ماش مكتوب. آه بشيل له الموقع لازم أروح منه. عجب، نقدر نهرب؟ كيف نهرب؟ من اين ماتت؟ انه يزام قتلوا الاندرويد ودخلوا قطعهم المكان. اعطي القادة المتغيرين.
كهرباء بعرف اشتغل صح. انت كويسة يا كارا؟ ايوه انا كويسة، ما ينفعش نفضل هنا. ما تضربش، انا في صفك معانا. انت بشري؟ انا بشتغل مع المحقق بيركنز. انت محظوظ، كنت هضرب نار ثواني. انت لازم تبعد شويه وتسيبنا نشتغل. انت صح، ده اللي انا هعمله بالظبط. عطشوني. صار الاكشن كله. مخرج احنا في امان يا انس. انا زعلان اكتر شيء على هدول. في الموت هروب. كارا امي، ده جاي هون. ده جاي يا كارا، ده جاي. أليس ماتت؟ أليس كنا في غلط من الاول. يلا هنمشي من المكان. مش معقول تخلص اللعبه هيك يعني. مات ماركوس، ماتت كارا، كذاك اللي هي هدفه بالاساس كونر. خلص بكوني. اتوقع انه في غلط باللعبة، ما يصير تموت كارا. ايش وين هذا رايح؟ جيت بعض المتحولين. كل حاجة خلصت، دي نهاية جيريكو. انا عم بفكر ارجع من لحظة انه اطلقت النار عليه. شلون فشل؟ ايش الحظر اول؟ انا في صفك. انا حتى زمان نهاية سخيفة. لقينا مئات الاندرويد على السفينة. خدهم بعيد. تمام يا فندم. واخلي السفينة وخلي رجالتك ينسحبوا. ده ما انتهاش. يعني هلا كونان مات، كارا ماتت، ماركوس مات، ثلاث ابطال اللعبة ماتوا. كان مات ماركوس في مسيرة الحرية، كان ممكن عنا حل ثاني برأي ثاني شي ثاني. وهي تبعيت ماركوس لأنه مات كمان، يعني كان لسه في قصته لها كتير طويلة. يعني
أنا كنت قلقان عليك يا فندم. أنا جيت علشان أطمن عليك. إيش يعني خلصت اللعبة؟ أنا عارف إني مسؤول عن اللي حصل يا حضرة الملازم. طب أم لازم تعرف إني آسف. لازم تبطل تبص على الصورة دي يا فندم. مفيش حاجة هتغير الماضي، لكن ممكن تبتدي من جديد. صح. علشان نفسك وعلشان كول. تعرف في كل مرة مت ورجعت فيها خلتنا فكر في كول. أضحي بأي حاجة علشان أحضنه تاني، لكن البشر مش بيرجعوا. أنا فاهم. سيبني في حالي. يلا كمل مهمتك، ما هو ده بس اللي يهمك. اخرج من هنا. تحر. ايش النهاية اللي بتهوي للعبة؟ كله مات، ما في حدا عاشتك، حتى البنت الصغيرة ماتت. امشي يمين يسار، روح يسار، هيك شي ما في شي خالص. انا توقعتنا اللعبة خلصت. هاي السيدة نورث تربعت العرش. ماركس ضحى بحياته عشان شعبنا وزرع فينا ان احنا بس اللي بنحدد مصيرنا، بس ما بقاش معانا عشان يقودنا، ودلوقتي جه دورنا عشان ننهي اللي هو بدأه. البشر قرروا حالا انهم يبدونا. بيجمعوا شعبنا في مخيمات دلوقتي عشان يدمروهم. جه الوقت اخيرا لاتخاذ القرار، القرار اللي هيحدد مستقبل شعبنا. انا ايش بيهمني فيه؟ لو عاوزين حرب هنحارب. احنا هنحارب عشان حريتنا، يا اما نفوز او نموت واحنا بنحاول. كنت عايزة أبلغ إن حظر التجوال اتفرض من الساعة 6 الصبح، وحركة المدنيين هتتأيد تماماً، وهيتمنع حق التجمهر في البلاد. كل وسائل الاتصال الإلكتروني انقلاب عسكري. وأنا بنفسي عززت جداً وكالات الحراسة وقمت بتشديد الأمن. وزيادة على الإجراءات دي بناشد بإن يجب تسليم كل الأندرويد للسلطات المعنية. وفي معسكرات مؤقتة مبنية وموجودة في كل المدن لاحتوائهم وتدميرهم. وأنا حالياً بطالب كل المدنيين إنهم يتعاونوا مع السلطات، وإنهم يتأكدوا إن الإجراءات دي بس هدفها هو ضمان والحفاظ على أمن الدولة. أرجوكي. قادم متغيرين. هم اعتقلوا قائد المتحولين. احنا لسه ما حددناش موقع المتحول ماركوس، بس هنفضل وراه لحد ما ندمره قريب. يا سيادة الرئيس، يا سيادة الرئيس، خطيرة. أرجوك من فضلك. رجاء هنا. رجاء، وايه بقى مصير سايبر لايف؟ هل صناعة الاندرويد هتتمنع خالص؟ وعلى فكرة احنا بنشتغل مع سايبر لايف علشان نعطل المتحولين. مش هقول ومش هعلق على حاجة تانية لغاية ما نقفل قضية الاندرويد. من فضلك.
ايه تعليق حضرتك على الهجوم اللي حصل امبارح؟ وحب اقول لكم ان مكتب التحقيق الفيدرالي عمل غارة على سفينة في ديترويت، وده كان حوالي الساعة 11، ومعلومات كتير بتقول ان اندرويد كتير اتدمروا وتم اسرهم، وفي الوقت ده قوتنا بتبحث في كل مكان علشان ما يهربش حد، وبأكد لكم هنلاقيهم واحد واحد وهندمرهم. سيادة الرئيس من فضلك. طيب مش هي السرقة خطيرة؟ أبلغ عن فقدان قافلة من الكوبرت الطبي، ويقال إن مخازن أسلحة الجيش قد سلبت، أتؤكدين هذا؟ أنا ما عنديش معلومات مؤكدة المرة دي، أشكركم، ده كل اللي عندي. سؤال النهاردة 11 نوفمبر سنة 2038 هو اليوم اللي صارت فيه الأندرويد ضد مضطهديها. إحنا حاربنا من الفجر عشان نحرر الأندرويد من المعسكرات، ومش هنبطل حربنا معهم أبداً لحد ما نبقى أحرار، ونبدأ المفاوضات فوراً عشان ناخد حقوقنا. إحنا ملايين هنا وما فيش حاجة هتوقفنا. جيز انا هلا لحد الان دخلت بمرحله ما عاد افهم شيء باللعبه ابدا. سيدة نور ارمي البندقية ولف بهدوء وايديك مرفوعين لفوق. انا الاندرويد اللي بعتها سايبر لايف، انا في صفك. ممكن اضرب نار على قائد المتحولين واقضي على الثورة، بس انت لازم تسيبني. ارمي المسدس ولف بهدوء، دي فرصتك الاخيرة. الاندرويد اللي كان في حادثة الرهينة، كنت عارف اننا هنتقابل. اوامري هي اني احبس اي اندرويد الاقيه. انت هتيجي معايا. انت مش فاهم، مهمتي مهمة ومش هسمح لك تعطلها. طب شلون تلف؟ كان لازم تسمع كلامي يا حضرة الرائد. ما
مفيش تراجع، إما النصر أو الهلاك. ممكن تاخد حياتي، خلاص ما بقاش يهمني. مهمتي هي اني اقضي على قائد المتحولين، وانا دايما بنجح في مهمتي. احنا حاربنا عشان حلمنا وتهزمنا، مش هتقدر تقهر شعبي للابد. في يوم من الايام حنقوم تاني وننتصر. يلا اضرب، مالك مستني ايه؟ اطلع خلصت، مش عم استنى لسه على القصة، ما فهمت مرة حزة من اجري. خلاص مات الكل وطلع كنا عايش بيناتهم، بس بطل القصة. ودلوقتي روحوا على ديترويت علشان تقرير الاشتباكات جاس. ايوه يا مايكل، السلطات اكدت ان القتال وقف في ديترويت دلوقتي، والمنطقه حوالين معسكر هارت بلازا بقت تحت السيطره. نقدر نشوف الجنود في كل انحاء المدينه، وهم بيقضوا على اخر واحد متحول. هاي الامن والنظام رجعوا اخيرا لشوارع مدينتنا مره تانية. هناك شعور عام عند الناس بالصدمه في ديترويت بعد الاحداث البشعه التي حصلت مؤخرا، والتقديرات المبدئيه بتقول ان مئات الجنود اتقتلوا. مصادرنا بتقول ان القائده المتحوله اللي اسمها نورث اتصابت في المعركه. موت القائد المتحول علامه على نهايه ثوره الاندرويد، ودلوقتي ممكن يستمروا في تدمير الاندرويد في المعسكرات. ومع كده ديترويت هتاخد وقت علشان ترجع زي ما كانت من زمان، باننا قمنا بانشاء الات اذكى مننا بكتير، حطينا حضارتنا وتاريخنا ومستقبلنا كمان تحت التهديد. الا ان الوضع دلوقتي تحت السيطرة، التدمير الكامل للاندرويد هيكتمل قريب جدا، واخر اندرويد متحول هندور عليه وندمره. يبارككم الرب ويبارك الولايات المتحدة الأمريكية. خلصت ديترويت، هيا بيستعرض القصص يلي صارت معانا. بس بكل هون خلصت الفيديو، لا تنسى تحط لايك والاشتراك في القناة كل يوم فيديو جديد حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.